رمضان واستقبلنا رمضان الله أكبر. وفرحنا صراحة بقدومه، وهانا اليوم نودع رمضان، يا الله. آخر يوم لنا في الصيام. فوش تقول لنا يا أبو نايف؟ والله الواحد حقيقة يحزن، الله أكبر، والله يحزن حزن على كأنه فقد غالي. الله أكبر. شايف شهر مبارك، يعني يوم بدينا فيه قبل 30 يوم بداية الشهر كنا تلقى الرسائل وتلقى الناس فرحانين فيه والناس تعمل شيء، والليلة يبدون برسائل العيد. الله المستعان. فقصير جدا، أيام معدودة، أيام معدودة غير شيء. لكن وش حصلنا في هالأيام هذه؟ الأيام هذه الثلاثين يوم ذي، طبعا الإنسان يقبض راتبه آخر الشهر، صحيح، في العمل في الوظيفة تقبض راتبك آخر الشهر. ففي هذا الشهر خلاص الليلة المغرب مع غروب شمس اليوم، مع غروب شمس اليوم خلاص الإنسان خلاص، هذا والله من اعتقال الله عز وجل من النار، وهذا لو والله خسران، هذا ربحان، هذا شيء، فما هي بشيء. لكن معنا الآن باقي معنا كم ساعة الإنسان يخلص الدعاء والتوجه لله عز وجل، شايف، لعل الله عز وجل، لأن الأعمال بالخواتيم، يا سلام، الأعمال بالخواتيم. لذلك أنا والله أقول لكل إنسان في قلب الشيء على أخوه المسلم، لا تغاب الشمس في قلبك شيء. الله أكبر. الآن شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام لأحد الصحابة بالجنة، ليش؟ لأنه ما ينام وفي قلبه حقد على مسلم. كيف الآن ينتهي الشهر الكريم، ينتهي رمضان، ترفع الأعمال بكرة الاثنين، الله، يبدأ يوم الاثنين من غروب الشمس اليوم، ترفع الأعمال، إلا ترفع الأعمال إلا سمعتها. كيف ترفع أعمال إلا اثنين بينهم خصومة؟ يا الله. شايف كيف ترفع، توقف أعمالي طول هالشهر كله، أصوم وأصلي وأعبد الله عز وجل وأقرأ القرآن ولا ترفع؟ الله، وش تسوى؟ الله، والله العظيم من الواحد أنه يحزن. أنا أفكر فيها، أنا جاكم الحين فكر كيف الآن بعد بقى إلا ساعتين والناس اللي بينهم خصومة. شايف، نعم، ما في أغلى من الأخو، ولا في أغلى من الأخت، ولا في أغلى من العم، ولا في أغلى من العمة، ولا أغلى من الخال، ولا أغلى من الخالة. شايف كيف يجي في نفسي عليهم شيء؟ ساعات الرحيل قريبة، ما خلاص ما عاد بقى ساعتين، لا حتى ساعات الرحيل من الدنيا. نعم. أمس شاب من الأصدقاء يتكلمون عنه، بعض الأصدقاء، شاب، وسبحان الله تفاجأوا أن في الموقع والده يكتب انتقل ابني إلى رحمة الله، لا شك، بحادث سيارة بالأمس. نعم. هذا هو، يعني الله أكرمه وصام الشهر كامل، والله أكرمه وقام الشهر كامل، وحدثت وفاته بالأمس. فمن هذا المنبر ننقل تعازينا لوالده ولإخوانه ولأخواته ولوالدته ولموت المسلمين أجمعين. شاب في حادث سيارة، وكم من شاب سيرتحل، وكم من كبير، وكم من صغير، ما الموت ليس له وقت وليس له ساعة. فلذلك نتصافى ونتآلف ونتحاب قبل أن يعني نرتحل. الآن يبدون الناس من الليل يبدون يهنوا بالعيد، تلقى يرسل صديقه، مرحبا، يرسل رفيقه، مرحبا، حياك الله، ويرسل الخوية عبد الرحمن، عبد الرحمن عباس الرشيدي، يا نعم، مرحبا يا عبد الرحمن، يا مرحب، شاعر وإعلامي، ما شاء الله، أهل القصيم جونا، كفو، مرحبا ومسا، مرحبا، يا مرحبا، الله يحييك يا أبو عباس، حالك طيب، شو الأخبار؟ سامحنا، الله يسعدك، الله يحييك، طيب، يا الله يحييك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ كيف الحال؟ تفضل يا مرحبا. شو اخباركم؟ طيبين؟ حياك الله يا هلا. الله حيه. وش علومكم؟ هلا ابو عباس، مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. انا اقول حقيقه لا ينام الواحد او لا تغرب الشمس أسلم وفي قلبه ضغينه. يا سلام. على جاء الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف معروف عنه القسوه، ومعروف عنه في حكمه، ومعروف عنه، فجاء وسجل له ثلاثة، أين أب وابن ونسيب اللي هو خذ الزوجة، فسجنهم بسبب عائلة كاملة، عائلة كاملة بسبب العمر، يعني مشكلة سووها، فحكم عليهم بالقتل. أين فجاءت الزوجة، زوجة الرجل، تطلب فيهم، فلما جاءت قال لك واحد فقط، اثنين حكمت عليهم بالقتل يموتون، يمشون، اختاري واحد منهم. نعم. ففكرت فقالت الزوج موجود والابن مولود، يا سلام، والاخ مفقود، فقالت ابي اخوي، قالت اخوها، قالت اخوي
الزوج بدل الزوج زوج تتزوج وتجيب إن شاء الله، وبدل الولد ولد تتزوج وتجيب عيال. لكن الأخ لا، الأخ ما بدل أخ. والله خيار صعب بس. نعم والأخت ما بدل أخت. فقالت لها الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود. فقالت لا أبغى أخوي. فحقيقة كلنا محتاجين إلى أن الإنسان يكون سند لأخوه، يكون سند لأخته، سند لعمه، سند الخالة، سند هذول هم أقاربك اللي تحتاجهم، وكذلك لك أجر في صلتهم. فلا إنسان لا ينام أو لا تغرب الشمس وفي قلبه حقد على مسلم، يسامح واللي يعفو ويصفح أجر على من؟ على الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى أجر على الكريم سبحانه. وكرم الكريم دائم كبير، ما هو بسيط. كان أحد الولاة فكان عنده جارية فأغضبت هالجارية، فلما أغضبت قالت يا سيدي الله يقول والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قال طيب يا سيدي والله يقول قبل يقول والكاظمين الغيظ، بداية قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والله يقول والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت يقول والله يحب المحسنين، قال قد اعتقتك لله الله. روح يلا ما حد خلاص، وقف عند قول وقف عند شاف الله. لذلك حنا كيف نكظم الغيظ ونعفو ونصفح ونسامح، وبكرة الاثنين ترفع الأعمال، فلا توقف أعمالنا. وعيد وعيد. لذلك أنا أبادر اللي في قلبي على الشيء، أنا أبادر بكرة، شايف إذا كان في أرباد بكرة وزوره سلم عليه، والله إذا شافك أني يطيح لي براسك كله. أكيد. يقول لي واحد يقول والله العظيم بيني وبين واحد ضغينة إلى درجة أني لو شفته قتلني ولا شافني قتلته. سبحان الله. إلى خلاص بيننا مشكلة. قالوا يجيبنا الله عز وجل في مريض في مستشفى. قال وأنا جاي ومعي ولدي، قال يعضدني داخل للطوارئ. قال فإذا هو جالس بعد شايف جايب ولده مريض. قال يوم شافني فكرت وللآن أنا مريض وهو مريض، ممكن أموت أنا ممكن يموت هو. الدنيا ما تسوى. ما تسوى. الله. يقول كلنا عقب ما حنا نشاط اليوم كل أبونا جاي في المستشفى سوى. قال وأنا تقدي، قال وأنا تقدم على، قال وجهه مكشر ويوم شافني غضب، قال وين حشا، قال يوم شفت طعم قال وأنا تبسم له. يا سلام. قال يوم تبسمت لا تقول مثل البالونة اللي فاشها. الله. شايف كم منتفخ من أول. شايف سمر. مثل الضب الكايش. شفت قال قال اسمه، قال وينفش، قال وتبسم لي، قام اقبلت عليه قال هو ما يدري وش بسوي. قال وانا اتقدم وانا احب راسه. الله. قال الحمد لله. قلت الدنيا ما تسوى، يمكن اموت انا ولا انت، والحين انا طالبك تسامحني. قال هو يخمني، قال وانا طالبك بعد تسامحني. الله. شايف. قال وتعانى قال وياه في المستشفى في الطوارئ كل ابونا جاي مرضى. قال وانا ابكي وهو يبكي. شايف. اي والله ما تسوى. يقول لو مت أنا قبل ما أستسمحه يمكنني غلطان عليه، ويا الله عز وجل بيتصله مني. نعم صحيح. ولو مات هو قبل ما يسامحني، شايف، يمكن الله عز وجل غلطان على كذلك بيتصل الله عز وجل مني. شفت. فيقول قلت خلني أبادر. لذلك إحنا نبادر، نقدم مبادرة اليوم. الواحد خلاص من الليلة يبدأ الإنسان في باله أنا بكره أول ما أزور فلان اللي في قلبي عليه، ما هو قريب أتصل عليه، شايف، أرسل له رسالة فيها تودد، فيها يعني شيء من اللطافة، أن العيد وتعايد فيها، شايف، لو تطلب منها المسامحة وتطلب منها له حقوق عليك ردها. الله. لأنك الآن الدولة الله يوفقها عندها عفو للمساجين، إلا في الحق إيش؟ الحق الخاص. الخاص. الحق الخاص لا. فالله عز وجل يعفو إلا على الحق الخاص. لذلك الحق خاصة قدمة هو شيء، هذا حقوق الناس. حقوق الناس. نعم. نعم. أقد إذا الحق عليه يعطيه إياه الله عز وجل يعوضني. لذلك والله أنا أقول كل إنسان يبادر. صح. يبادر. خلاص باقي الآن على المغرب ساعتين وينتهي شهر رمضان الكريم. يا الله. شايفي والله ما عاد بقى شيء. وبعد هالاثنين ترفع الأعمال، خلها ترفع أعمالي مع المسلمين، ما هو توقف أعمالي يقول انتظر لا نستلحون، يمكن أموت أنا ويا ما تصالحنا عاشف وش أسوأ. وقف الحين لما وقف راتبك شهر ضاقت بك الأرض، هو راتب. اي والله. ممكنك تشتغل في مصدر ثاني رزق وتجيب رزق منه. صحيح. نعم. كيف توقف أعمالك؟ لأن ساعة تأخر. لو يتأخر راتبك لو يتأخر ساعة قامت القيامة. شايف. والعيد بكرة وانت بتقضى لعيالك. شايف.
لذلك والله هذا يعني أنا أتمنى أن كل إنسان يبادر. يا الله يوفقنا وياكم. الله طبعا نعرفكم على أخونا الشاعر والإعلام.